أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا عند قول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. وقلنا إننا تحدثنا عن الإرادة كما قال: حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أرادة. وانتهينا من الحديث عنها، وذكرنا الدليل على وجوبها لله سبحانه وتعالى، ووقفنا بكم عند صفة الكلام. وصفة الكلام في الحقيقة، احنا قبل أن نتحدث عنها يجب علينا أن نعرف ما معنى الكلام في اللغة. الكلام العادي اللي هو كلامنا احنا، يعني كلام في اللغة مأخوذ من الكلم، وهو القطع. ولذلك مشتق منه الكلم في الحرب، أي الجراح التي تصيب الإنسان في الحرب. فيقال كلام لما يتكلم به الإنسان، وكلام جمع كلم وهو الجرح الذي يصيب الإنسان، وكلام بالكاف وهي الأرض. ولذلك قال قائل: كلمني كلاما فأورثني كلاما فأوقعني كلاما. كلمني كلاما، كلمني كلام شديد، فأورثني كلاما أي جراحا بسبب هذا الكلام، فأوقعني كلاما أي أوقعني على الإيه؟ على الأرض. يبقى إذن الكلام هو الألفاظ، والكلام هو الجراح، والكلام هو الأرض. طيب، المادة لما تبقى قريبة من بعضها يبقى الاشتقاق واحد، الاشتقاق قريب من إيه؟ قريب من بعض. ولذلك اللي عاوز يعرف إن كلمات اللغة العربية عند الاشتقاق قريبة من بعضها ومعانيها متقاربة، عليه أن يقرأ باب الاشتقاق عند ابن جني في الخصائص. هذا الكلام، هذا الباب، يعني باب عظيم جدا، وينبغي للإنسان أن يقرأه، لأنه هيعرف فعلا إن كل كلمة وضعت في اللغة العربية تدل على حكمة الواضع، سواء كان الواضع هو الله عز وجل الذي علم بها آدم الأسماء كلها، وهذا هو التحقيق، أو كان غير الله تعالى، وهذا بعيد جدا، لأن احنا عندنا آية بتقول: علم آدم الأسماء كلها، وقال ابن عباس: علمه كل شيء، أسماء كل شيء، خلاص. فمعنى ذلك أنه علمه الأسماء والكائنة التي ستكون إلى يوم القيامة والموجودة في اللغة. فاللغة العربية والحمد لله مادتها واسعة، تجد إن الاشتقاقات بتاعتها قريبة من بعضها في الإيه؟ في المعاني. وهناك باب آخر أيضا اسمه إمساس الألفاظ أشباه المعاني، وأيضا في هذا في كتاب الخصائص الإنسان يجب أن يقرأ هذا. وباب ثالث اسمه قوة اللفظ لقوة المعنى. هذه الأبواب الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها ليطلع على حكمة هذه اللغة. فإذا كلمة كلام مأخوذة من الكلم وهو القطع. طيب، كل كلمة في اللغة لا بد أن يكون بينها وبين المعنى العرفي مناسبة. لا يمكن أبدا أن تكون هناك كلمة في اللغة وضعتها اللغة لمعنى عام، وأراد أهل عرف أن يأخذوها، إن لم تكن بينها وبين المعنى الأصلي الذي وضعه الواضع مناسبة،
فإن ذلك يكون فوضى في اللغة وتهجم على اللغة بدون. طيب إيه المناسبة ما بين الكلام وبين الكلم وهو القطع؟ أولا أنت الذي يخرج من جوفك إنما هو هواء، هذا الهواء إذا قطعه قاطع يقطع النفس، يعني انتهاء النفس يقطع الهواء، وإذا لم ينتهي النفس يبقى ما فيش قطع للهواء، يستمر خارج كده على طول على طول على طول إلى ما شاء الله. يبقى الذي يقطع الهواء الخارج عندك انقطاع الايه؟ انقطاع النفس. انقطاع النفس هذا لا يسمى صوتا ولا كلمة. الهواء الخارج ده من جوه بيسموه ايه؟ صوت. الهواء الخارج من داخل جوفك يسمى صوتا. ولذلك الألف اللينة بيسموها حرف من حروف الايه؟ الجوف. بيقولوا عليها حرف جوفي لأنه بيطلع من الجوف ما فيش حاجة توقفه أبدا. إذا انتهى النفس انقطع الصوت، ماشي. طيب إيه اللي يقطع الصوت تاني؟ إنك أنت تتكلم بأي حرف من هذه الحروف. تتكلم بأي حرف من هذه الحروف. فإذا أردت أن تخرج هواء من صدرك ثم قلت قا، القاف دي قطعت وقفت حاجزا عن خروج الهواء وقطعت الهواء اللي خارج بنطق يسمى قا. وكذلك أي حرف من هذه الحروف ولو كان الحرف من الشفتين. الكلمات هل هي إلا حروف؟ ليست إلا حروف، خلاص؟ فكأن هذه الكلمات الحروف إنما تقطع، بارك الله فيك، شكر الله لك، إنما تقطع مجرى هذا الهواء. مفهوم يا أخوانا؟ يعني ما دام بتقطع مجرى الهواء يبقى لها تأثير في صوت الهواء الخارجي منك. أهو ده القطع ده بقى. أنت لما تجيب سيف أو سكين وتقطع في النخلة يبقى اسمك كلمت النخلة، يعني قطعتها. لما واحد يجيب سكين أو سيف ويجرح واحد يبقى كلمه، أي جرحه، قطع منه جزءا. خلاص؟ ولو قطع اتصال الجلد حتى بينه وبين التاني يبقى كده قطع. أنت لما تيجي تتكلم كلام بتاعك حرف، والحرف بيقطع الصوت اللي هو الهواء اللي طالع ده، بيقف قصاده فبيقطعه. خلاص؟ الكلمات مكونة من حروف وأصوات. كويس؟ يبقى ما دام كلمات مكونة من حروف وأصوات يبقى لابد أنها ستقطع الهواء، أي تقطع الصوت، فيبقى دي سموها كلمة كلمة لأنها تقطع. يبقى المناسبة بين اللغة وبين المعنى العرفي موجودة ولا غير موجودة؟ يبقى موجودة إذن. كويس؟ طيب الكلام نوعان، كلام نفسي وكلام لفظي. كلام نفسي وكلام لفظي. لم ينكر الكلام النفسي إلا المعتزلة، خلاص؟ وأما بقية فرق المسلمين فهي مثبتة للكلام النفسي، بل وليس بقية الفرق، بل حتى الشعراء ذات نفسهم مثبتين إن في كلام نفسي وفي كلام إيه؟ وفي كلام لفظي. لكن إحنا عايزين نفسر الحتة دي قبل ما ندخل على الكلام الإلهي. نقول إن الكلام اللي بيتكلمه الإنسان له أربع نسب، له أربع إيه؟ أربع نسب. نسبة تسمى النسبة الذهنية، ونسبة تسمى النسبة الكلامية، ونسبة تسمى النسبة الخارجية أو الواقعية، ونسبة تسمى النسبة الحكمية. يبقى كم نسبة؟ أربعة. نسبة ذهنية، وهي أن يجري الكلام في نفسك وترتبه قبل أن تنطق به. في حد بينطق في حاجة، ينطق يتكلم بحاجة من غير ما يديرها على نفسه الأول وذهنه؟ في حد بيعمل كده؟ اللي ما ينفعش، يبقى إنسان غافل بقى. يبقى إنسان غافل، لابد قبل أن يتكلم
لا بد أن يديرها على ذهنه أولا مرتبة، ثم بعد ذلك يتكلم بها. يبقى دي اسمها النسبة الايه؟ الذهنية. خلاص؟ مفيش عاقل يتكلم بكلام قبل أن يديره على ذهنه أولا، ويرتبه في نفسه كده أهو، يقول أنا هقول كذا النهاردة، أو هقول كذا دلوقتي، أو هنادي على فلان باسم فلان، لازم يكون عارفه. وإلا تعالى بقى، لو أنت ما تعرفش ده اسمه إيه؟ هل تنادي عليه، هل تتكلم معه وتنادي عليه باسمه؟ ما ينفعش، لأن ما عندكش نسبة ذهنية، واخد بالك؟ احنا دلوقتي علشان نيجي نتكلم في موضوع الكلام وصفة الكلام، لابد ان يكون في ذهننا كلام مرتب وبعدين بنتكلم عنه. خلاص؟ يبقى اسمها نسبة ايه؟ ذهنية، لابد منها في كل كلام. طيب، تاني نسبة، النسبة الذهنية دي اسمها، بعدين يجي النسبة الكلامية، اللي هي أترجم عما في قلبي وعما في ذهني بكلامي. وده بقى محل التعبير، وسمي تعبيرا لأنه يعبر النسبة الذهنية التي في نفسك إلى الكلمة اللسانية فتفهم به غيرك. احنا بنقول عليه ايه؟ تعبير. ولما فلان يعبر ومنه العبرة، دمعة العين اللي بتطلع من جوه تنزل على العين بره، يبقى اسمها عبرة. ومنه العبرة، العظة اللي انت بتاخدها. ايه معنى العظة؟ انك بتنقل موقف حصل اليك انت فتتعظ به. يعني واحد لم يذاكر في الامتحان وبعد ذلك لم يوفقه الله، فانت تيجي تقول يا لو انا عملت كده مش هيوفقني ربنا، يبقى لازم اذاكر. نقلت موقفه اليك فاسمه عبرة، مجاوزا. ولذلك في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا إيه؟ جاوزوا ما حدث لهم إليكم عن طريق القياس، قيسوا أنفسكم به، لأن دول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فإن تعتبروا، خذوا المواقف دي وحطوها على نفسكم أنتم، جاوزوا بها هؤلاء إلى أنفسكم أنتم، يبقى اسمها عبرة. خلاص؟ واسم تعبير، احنا بنعبر، عبر عما في ذهنك، يعني ان ما في نفسك لا يمكن ابدا ان اعرفه انا الا اذا عبر، اي جاوز ذهنك الى لسانك فتتكلم به فاعرفه عنك. يبقى اسمك عبرت كده، عبرت يعني جاوزت ما في نفسك الى ما في ايه؟ الى ما في لسانك حتى يعرفه غيرك. واضح؟ يبقى إذا في نسبة اسمها نسبة إيه؟ كلامية. ودي النسبة الكلامية اللي هي يعني تجاوز ما في ذهنك إلى غيرك. كويس، يبقى هذه نسبتين. بعدين هذه النسبة الكلامية أنظر فيها، هل وجد في الخارج ما أقوله أنا أو لم يوجد؟ يعني إن قلت محمد مجتهد، هذه نسبة كلامية، يا ترى في حاجة اسمها محمد وفي حاجة اسمها مجتهد، ولا مفيش حاجة اسمها محمد وفي حاجة اسمها مجتهد؟ طيب في، يبقى إذن في نسبة خارجية واقعية إيه؟ طب مفيش، يبقى مفيش نسبة إيه؟ خارجية. يبقى أول ما يوجد النسبة الكلامية تطابق الخارج يبقى اسمها نسبة إيه؟ خارجية أو واقعية. بعد كده إن كان ما في الواقع يطابق الحقيقة يبقى صدق، وإن كان ما في الواقع لا يطابق يبقى كذب. بس طيب بعد كده بقى النسبة الأخيرة، قال لك النسبة الحكمية. النسبة الإيه؟ الحكمية، أن تحكم على محمد بأنه مجتهد، أن تحكم على زيد بأنه حاضر، أن تحكم على الحرارة بأنها تمدد الأجسام، وهكذا. يبقى النسب الكام قد إيه؟ كام؟ أربع نسب. إذن أول نسبة في الكلام وأول كلام هو الكلام الإيه؟ النفسي، الذهني، العقلي اللي جوه. يبقى هو الأصل ولا مش هو الأصل؟ هو الأصل. ده اللسان ما هو إلا ترجمان عما في الأصل. فكأن اللي بينكر الكلام النفسي يبقى هذا سيد الأغبياء. نعم، لأن إحنا عندنا الكلام في الأصل هو اللي جوه. ولذلك الأخطل الشاعر قال
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى إذن اللسان ما هو إلا إيه؟ إلا دليل فقط على ما في الفؤاد، وإلا فإن لم يوجد الترتيب الذهني والترتيب النفسي والكلام في نفس الإنسان ما فيش. طب تعالى بقى نتكلم، الولد الصغير هل يستطيع أن يتكلم أولا؟ ولا لازم يكون صورة في ذهنه للكلام ويسمع غيره بيتكلم وبعدين يتكلم؟ إن لم يسمع لا يتكلم. والدليل على ذلك أنك إذا نشأت في بيئة إنجليزية تتكلم الإنجليزي، وإذا نشأت في بيئة عربية تتكلم العربي، وإذا نشأت في بيئة فرنسية تتكلم الفرنسية. يبقى ده دليل على أن أنت بتكون في ذهنك كلمات الأول وبعد كده بتتكلم بيها. يبقى الكلام بيتوجد فين في الأول؟ الكلام يوجد في النفس أولا، والكلام النفسي هو الأصل، ثم يليه بعد ذلك الكلام الإيه؟ اللفظي، اللي يعبر، اللي بيدي مدلول للكلام النفسي. ولذلك تجد الحيوانات مجرد انها تطلع هوا بس كده، صوت فقط، صوت بس فقط كده، تلاقي الحيوان عاوز ياكل عاوز يشرب يروح مطلع صوت. واحد يقول لي طب ما هي الحروف ساعات نجد نسمع مثلا صوت ماء كذا، القطة مثلا بتعمل مواء يعني ميم واو، يقول له لا لا ما هوش كلام، ليس كلاما. طب ما ايه؟ أم قال لك ده هو مجرد بس انطباق الشفتين وفتح الشفتين تطلع منهم الميم، هي لا تقصد تقول ميم ولا تقصد تقول واو اطلاق، هي كده بتطلع هوا بس ساعات بتقفل الشفايف بتاعتها وتفتحها تلاقي الصوت انت طلع لك مواء، ولكن هو في الحقيقه هي لا تعرف مواء ولا تعرف اي حاجه اطلاق، يبقى هي مجرد انها بتطلع هوا خلاص. ليه؟ لان ما عندهاش في ذهنها اشياء تتكلم بيها خلاص، هي بالغريزه عايزه تاكل بتعمل كده، عايزه تروح للذكر بتعمل كده، عايزه تتحرك اي حركه بتعمل كده بالغريزه التي غرز الله سبحانه وتعالى فيها هذه الطريقه. ولذلك تجد انه ربنا سبحانه وتعالى قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه؟ ثم بالمناسبه روي ان التمساح، عارفينه الحيوان البحري يعني ده، ياكل اكله فيبقى بين اسنانه شيء، الشيء ده يؤذيه لو بقي، يعمل اكله في اسنانه هو ما يقدرش ينظف اسنانه، مش زيك هتجيب معجون وسواك ومش عارف ايه وتعمل مفيش، فهو ياكل وبعدين يؤذيه ما بقي بين اسنانه، فيفتح بقه يفتح فمه قوي كده، هو عارف لما يحصل له كذا اعطاه الله تعالى وهداه لهذه المساله، فياتي طائر يسمى القطقاط، جعل الله تعالى رزقه في فم التمساح. الرزق بتاع الطائر ده ما يجيش الا من فم الايه؟ من فم التمساح. فاول ما يلاقيه فاتح بقه يقول لك بس ده صاحبنا عاوز بقى يطلع البلاوي اللي في بقه، اروح انا عارف. فيروح داخل جوه الفم بتاع التمساح. فاذا دخل في فم التمساح ينظف له الحاجه والتمساح يجد لذه في هذه المساله وعايز يرتاح. وبعدين هو بقى لو انه عمل حركه مكر التمساح على القطقاط ده، لو جه فقفل بقه عشان ما يطلعش، جعل الله للقطقاط شوكه يروح ناخس بها التمساح يخليه يفتح له بقه غصب عنه. ايه بقى ده؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه؟ هلا. وشوف القطقاط قد ايه والتمساح قد ايه؟ القطقاط لا يساوي شيئا، لكن عنده شوكه تخليه يتجنن، تخلي التمساح يتجنن يفتح له بقه غصب عنه. فاذا انت تعرف ان الكلام زي ما قلنا الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فجعل الكلام النفسي هو الاصل، ثم بعد ذلك عشان انت تفهمني وانا افهمك ويحصل خطاب بيني وبينك خلق الانسان علمه البيان، فتتكلم عشان انا افهم اللي في نفسك. لكن انت لو عندك مفهومه في نفسك او معلومه في نفسك ولا تحب ان تلقيها الى غيرك تكتفي بانها موجوده في نفسك، ومش ضروري تتكلم بها بينك وبين ايه؟ بينك وبين ايه؟ بينك وبين نفسك. مفهوم الكلام ده؟ روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله
إن أبي يريد أن يأخذ مالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتيه بأبيه، فذهب فأتاه بأبيه، فقال له سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له أخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. أثبت للي في النفس قول ولا لا؟ قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. فجاء الرجل وقال له رسول الله ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله؟ فقال سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على عماته أو خالاته؟ يعني أنا خدت وديته فين؟ أنا ما أنفقتش إلا على عماته أو خالاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعنا من هذا وأخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. فقال والله يا رسول الله ما يزال الله تعالى يزيدنا بك إيمانا على إيمان، والله لقد قلت في نفسي شيئا لم تسمعه أذناي. أنا عن نفسي ما تكلمتش به لغاية الوقت بلساني لكن أنا عارفه. قال له الرسول قل أسمع، أنا أسمع. فقال قلت عن ابني هذا غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني إليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا حائرا أتململ، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيه أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فحينئذ بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب لب وقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. شوف يعني العبرة من هذا إن واحد تكلم في نفسه بكلام ثم ترجمه بعد ذلك، ما استناش لما يجمع ولا يجمع، ده الكلام في النفس موجود في الأصل. فإذا الكلام في النفس. طيب قد يشكل على هذا قول وهو أن إنسانا يسأل سؤال فقهي، كلام ده المقدمة دي لابد منها قبل ما نتكلم في صفة الكلام. قد يسأل إنسان سؤال فقهي فيقول مدام الكلام في النفس وهو معتد به، إذا لماذا إذا تكلم الإنسان في نفسه بشيء فلا يلزمه حكمه في هذه الحياة الدنيوية؟ يعني لو واحد حلف بالطلاق في نفسه ولم يتكلم به هل يلزمه حكمه؟ لا يلزمه حكمه. ليه؟ نعم، لأن هذه الأمور أمور دنيوية مبنية على الاتصال بين الناس وبين بعضهم، وإلا فلو عولنا على الكلام النفسي فيها لادعى كل واحد أنه طلق ولم يطلق، وادعى كل واحد أنه تزوج وزوج ولم يزوج. فالكلام الذي هو أحكام دنيوية يتعلق بعض الناس ببعض الناس فيها لم يعمل بمسألة الكلام النفسي فيها. فالكلام النفسي لا يقع به طلاق ولا يقع به يمين ولا يقع به إشهاد ولا يقع به أي شيء، وإنما لا بد من الإيه؟ لا بد من الألفاظ، لأن الألفاظ هي اللي تثبت على صاحبها وتسجل على إيه؟ على صاحبها. وما الألفاظ إلا مدلول لما في نفس الإنسان، ما الألفاظ إلا مدلول لما في نفس الإيه؟ لما في نفس الإنسان. لعلكم بذلك قد ثبت عندكم الآن إن الكلام النفسي هو الأصل وهو الذي يتمدح به الإنسان، والكلام الفرعي ده اللي هو اللفظ ده هو اللي واخد بالك. ولذلك أنت إذا حضرتك المعاني في ذهنك لا يعيك اللفظ، لا يعيك اللفظ، لأن اللفظ يوجد أولا ولا المعنى يوجد أولا؟ المعنى أولا وبعد ذلك يأتي الإيه؟ وبعد ذلك يأتي اللفظ. ولذلك يقولون إن المعنى كالجسم واللفظ كالمعرض، يعني زي الثوب كده هو المعرض. انت عندك جسم امرأة جميلة حسناء، خلاص
دي الجسم، بعدين تلبس ثياب خارجية، يبقى هو ده بقى المعرض اللي هو اللفظ. فإذا اللفظ ده بعد إيه؟ بعد المعنى. إذا المدار الأصلي لمين؟ للمعنى ولا لللفظ؟ للمعنى. المعنى اللي هو إيه؟ الكلام النفسي. ولذلك لو قلت لإنسان خذ الكتاب وأنت تريد فرسا، لا يعتد بقولك، لا يعتد بقولك. وقالوا في الصلاة لو أن إنسانا في نفسه أن يصلي الظهر وفي قلبه أن يصلي الظهر ثم أخطأ وقال أصلي العصر، فصلاته صحيحة، لأن المدار على الإيه؟ على الكلام اللي جوه الكلام النفسي. إذا إحنا لما نتكلم الآن نقول إن الكلام النفسي هو الأصل. إذا غباء المعتزلة الذين يقولون إن مفيش كلام نفسي، وإنما الكلام كلام لا بد أن يكون بحروف وبأصوات، يبقى ده خطأ. ثم نقول له في هذا العصر الحاضر عندما تسجل أنت كلاما في التسجيل ويتكلم، هل يحتاج التسجيل إلى لسان؟ هل إلى شفتين؟ هل كلام التسجيل لازم يحتاج لأن يحرك لسانه ويحرك الشفتين وإلى آخره؟ كيف يتكلم التسجيل؟ الكمبيوتر كيف يتكلم؟ اللي انت بتحط فيه أي حاجات اللي بتحطها فيها. يبقى إذن بطل قولهم إن كل كلام لا بد فيه من حروف ومن إيه؟ ومن أصوات ولسان وإلى آخره. ومن ثم قالوا إن الكلام ده اللي هو بكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى مستحيل، لأن الكلام يكون بحروف وأصوات، والله سبحانه وتعالى منزه عن إنه يبقى له حروف ويبقى له أصوات وهو إلى آخره. نقول له لا، العصر الحاضر الحديث الآن أثبت إن الكلام ممكن يجي من غير حروف ومن غير إيه؟ ومن غير أصوات. وأيضا فإنتوا إنكاركم الكلام النفسي، مع إن أنتوا مذهب العقل وبتقولوا العقل والكلام ده كله، طب العقل ده إذا ما كانش فيه جواه كلام كيف تعبر أنت عنه أيها المعتزلين؟ إزاي يعني؟ سبحان الله. ولذلك أنتوا سقطتوا سقطة عظيمة، سقط المعتزلة فيها سقطة عظيمة. ليه؟ لأن هما مدار كل حاجة عندهم على إيه؟ على العقل. طب والعقل ده إيه؟ مش هو صاحب الكلام النفسي والأشياء اللي زي دي؟ طب أمال إزاي تنكروا إنه في كلام اسمه كلام نفسي؟ أمو قالوا لا، إحنا عندنا الكلام إن ما كانش بالحروف والأصوات ما اسموش إيه؟ ليس اسمه كلاما. طيب تعال بقى نشوف صفة الكلام بالنسبة لله عز وجل. الكلام هو صفة أزلية نفسية قائمة به تعالى، ليست بحرف ولا صوت. يبقى إذا إحنا نقصد به الكلام الإيه؟ النفسي القديم، الكلام النفسي القديم، خلاص؟ ليست بصوت ولا بحرف. طيب صفة نفسية ليه؟ صمم على إنه في التعريف أنها صفة نفسية ردا على المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله لا يتكلم بذاته ولكن يخلق الكلام في غيره. فكأن صفة الكلام بالنسبة لله عندهم معناها خلق الكلام في الغيب. طب ولما كلم سيدنا موسى قال لك ده هو خلق الكلام في شجرة فتكلمت الشجرة فسمعها موسى عليه السلام، سبحان الله العظيم. طب وما لما بيقول وكلم الله موسى كيف يعبر عن الله بالشجرة؟ وكلم الله موسى، وبعدين أثبت وقال تكليما، لأنك حين تؤكد الفعل بالمصدر يبقى نفيت المجاز. ربما يقول لك كلم الله موسى أي كلمت الشجرة، فربنا نفى المجاز وإن حد تاني هو اللي كلم سيدنا موسى فقال تكليما، فجاب حكاية تكليما لأنه حينئذ نفي المجاز. ما دام أنت أكدت الفعل بالمصدر يبقى لا مجاز مطلقا، يبقى دي حقيقة القاعدة اللغوية كده، خلاص. يبقى إذن قوله صفة نفسية رد بها على مين؟ على المعتزلة الذين ينكرون الكلام النفسي
وينكرون أن يكون لله كلام بذاته، وإنما يقولون الله خلق الكلام في غيره. تكلم خلق الكلام في غيره أزليا، يبقى إذن الكلام الله تعالى قديم غير مخلوق، لأنه صفة له سبحانه وتعالى. وحيث إنه صفة له سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يقوم الحادث لا يكون حادثا، لأن الحادث لا يقوم بالإيه؟ لا يقوم بالقديم. خلاص لا يكون حادثا لأن الحادث لا يقوم بالقديم. صفة أزلية نفسية قائمة، ليست بحرف ولا صوت، ليست بحرف ولا صوت. طب يبقى ده الكلام النفسي. طب ما الفرق بين الحرف والصوت؟ أم قال لك الصوت أعم والحرف أخص. الصوت أعم لأن الصوت كيفية هواء تخرج كما قلنا، أي شيء يصدر عنك يسمى صوتا، وليس كل ما يصدر عنك يسمى حرفا. ولذلك الحروف كام؟ 28 محدودة. لكن حد يقدر يحد الهوى الصادر من جوف الإنسان أو جوف الحيوان أو جوف أي حد؟ فيبقى الصوت عام والحرف إيه؟ خاص. فنفي الأخص ثم نفي الإيه؟ نفي الأعم. يبقى ليست بحرف ولا إيه؟ ولا صوت. وهو أي الكلام يطلق بالمشترك اللفظي على الكلام النفسي والكلام الحسي أي اللفظي. خلي بالك إطلاقه عليهما مشترك لفظي، مشترك لفظي من حيث الحقيقة اللغوية ولا من حيث الحقيقة العرفية؟ أم قال لك من حيث الحقيقة العرفية، من حيث الحقيقة الإيه؟ العرفية. لأن إحنا عندنا الحقيقة إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية، والحقيقة العرفية نوعان، عرفية خاصة وعرفية إيه؟ عامة. وهل كونها عرفية وتعارف عليها الناس هل يمنعها ذلك أن تكون حقيقة؟ يعني هل تبقى مجاز؟ لا، تبقى برضو حقيقة. يبقى اللي عايز يقول إن الكلام يطلق على الكلام النفسي مجاز، نقول له أخطأت. يجي واحد مثلا يتفلسف يقول أيوة أنتوا بتوع لغة وبتوع بلاغة وبتوع كذا عايزين تقولوا إن الكلام النفسي كلام، طب نقول لكم يا سيدي كلام ولكنه كلام نفسي مجاز. وممكن المعتزلة يتنصروا من الحتة دي ويقول لك يبقى مجاز، نقول له لا، ده هو حقيقة عرفية. تعال مثلا لفظ الدابة يطلق على في الحقيقة اللغوية يطلق على ماذا؟ أيوة كل ما يدب على وجه الأرض. طيب وبعدين جاء العرف العام فأطلقه على زواج الأربع. جاء بعد ذلك العرف الخاص اللغوي فأطلقه على الفرس والبغل والحمار، فأصبح إطلاقه على الفرس والبغل والحمار عرف خاص، عرفا خاصا. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، يبقى الدابة ما يركب. فإن أطلقته بعد ذلك العرف الخاص على الشاه، تبقى أنت ما أطلقتوش بالحقيقة العرفية وإنما أطلقته بالحقيقة الإيه؟ اللغوية. واضح ولا مش واضح؟ يعني إذن إحنا عندنا العرف العام ماشي أطلقه على كل ما يدب على ذوات الأرض، وبعدين جه العرف الخاص اللغوي اللي خصصه فأطلقه على الخيل والبغال والحمير. كويس؟ يبقى إطلاقه على الخيل والبغال والحمير هل أخرجه عن كونه حقيقة؟ يبقى حقيقة عرفية. يبقى إذن الكلام النفسي حقيقة والكلام اللفظي أيضا حقيقة، ولذلك قالوا إنه مشترك لفظي.
قالوا إنه مشترك إيه؟ مشترك لفظي. فإذا هو يطلق بالحقيقة العرفية على الكلام النفسي ويطلق على الكلام اللفظي. وقد والمعتزلة لو حبوا يحتجوا بأي حاجة نقول لهم لا، ما ينفعش الكلام ده، لا في اللغة ولا في الواقع، يعني لا في اللغة ولا في الواقع. طيب الكلام النفسي القديم كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، يتعلق بالواجب والجائز والإيه والمستحيل. طيب والكلام اللفظي؟ قال لك لا، خلينا في النفس الأول. هذا لا يوصف بأن فيه تقديما ولا تأخيرا ولا ترتيبا ولا غير ترتيب. بالنسبة لله سبحانه وتعالى يوصف بأنه قائم، بأنه في تقديم ولا تأخير ولا ترتيب ولا إيه ولا غير ترتيب. يعني ما يتقالش إن دي جت الأول ودي جت الآخر ودي جت بعدها ودي جت بعدها ودي جت بعدها. ليه؟ لأن كلام الله عز وجل صفة له قديمة، والصفة لا يبعضها شيء حتى نقول إن دي جت الأول ودي جت الآخر ودي جت كذا، وإلا يلزم الحدوث. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ولذلك إحنا قلنا إن لما نقول ثم الإرادة والعلم، العلم والإرادة والقدرة، قلت لكم ونبهت عليكم ما حدش يفكر إن دي جت الأول ودي جت الآخر بعديها ودي جت بعدين، علشان ما يبقاش فيه يعني واحدة جت الأول وواحدة جت الآخر، فيبقى بعد ذلك في إيه؟ في ترتيب في الصفات في الوجود. ولو وجد الترتيب في الصفات في الوجود يبقى في الحالة دي اللي يحصل يبقى في حدوث. إنما الترتيب في المتعلقات، ترتيب في الإيه؟ في المتعلقات. واضح الكلام ده؟ طيب يبقى إذن كلام الله من حيث هو صفته الأزلية القديمة النفسية لا يقال عنه إنه في تقديم ولا تأخير ولا ترتيب ولا أي حاجة إطلاقا. طيب والكلام اللفظي اختلف فيه، فقيل الكلام اللفظي هو مدلول الكلام القديم. الكلام اللفظي هو مدلول الكلام القديم، وهذا في الحقيقة فيه تسامح كبير. ليه؟ ام قال لك لان الكلام اللفظي انما هو بعض مدلول الكلام القديم وليس كل مدلول الكلام القديم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وبعدين آية تانية بتقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن كلمات الله لا نهاية لها، ولا قدرة لأحد على مدلولها، ولا يوفي لفظ مهما بلغ بمدلول كلام الله تعالى، بكل مدلول كلام الله عز وجل. خلاص؟ إنما يقال إن الكلام اللفظي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والكتب السماوية إنما هي بعض مدلولات كلام الله القديم. خلاص؟ يبقى كده مش كل المدلولات، القرآن مش كل المدلول، ولا التوراة مش كل المدلول، ولا الإنجيل ولا الزبور ولا كل الكتب السماوية التي نزلت ليست كلها كل المدلولات أبدا، إنما هي بعض مدلول الله، مدلول كلام الله تعالى القديم، بدليل الآيات اللي احنا قلناها. قل لو كان البحر مدادا لكلماتي ولو أن ما في الأرض من شجرة إيه؟ أقلام. لأن كلام الله مستمر دائم لا ينفك أبدا، وهو قديم لا أول له ولا آخر له، ولا يستطيع كلام أن يصل إلى مدلولاته أبدا. فإن أنت اللي تقوله إن الكلام اللفظي ده اللي هو كلام الله عز وجل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والكتب إنما هي بعض مدلولات كلام الله القديم، يبقى إذن ناخد هنا خلاصة،
ان الكلام النفسي والكلام اللفظي بينهما ايه؟ بينهما مشترك لفظي حقيقة عرفية، يطلق بالحقيقة العرفية على الاثنين، كويس؟ وأن الكلام النفسي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليس بمخلوق أبدا. ليه؟ لأن لو كان مخلوق يبقى حادث، ولو كان حادثا يلزم قيام الحادث بالقديم، وحينئذ ينتج أن بعض صفات الله تعالى حادث، وهذا لا يصح أبدا. ومن هنا ضرب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ضربا شديدا وأوذي إيذاء شديدا حتى يقول إن القرآن كلام الله مخلوق، ولكنه رفض ذلك رفضا باتا. وكان يقصد بذلك أن القرآن ليس بمخلوق، لأن القرآن كلام مين؟ كلام الله. وما دام كلام الله يبقى صفة من صفاته، وما دام صفة من صفاته لا يمكن أن يكون مخلوقا، إذ يلزم على ذلك الحدوث، والحدوث يبقى معناه أن الحادث قام بالقديم، وهذا مستحيل. فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كان عالما وكان فقيها وكان ثاقب الرأي، فلم يعطيهم تلك الكلمة، وكان دائما يتلو حين يقولون له القرآن كلام الله تعالى قل إنه مخلوق، كان يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكان ما يرضاش يعترف بأن القرآن الكريم مخلوق إطلاقا، ولا يجوز لأحد أن يقول إيه. الشيخ بتاع الجوهرة قال إيه؟ ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. نزه القرآن أي كلام الله عن الحدوث. طيب إذا كان الأمر كذلك، الكلام اللفظ اللي احنا بنقرأه، نقطة أنا مش عايز أتكلم فيها الحقيقة لأني خايف منها حقيقة في الاعتقاد، يعني الكلام اللفظي اللي احنا بنقرأه ده، العلماء يقولون لا بد أن نعتقد أنه كلام الله. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، يعني اللي في القرآن اللي في المصحف ده كله كلام الله سبحانه. ويجب أن يعتقد المؤمن أن القرآن الذي نقرأه نحن هو كلام الله عز وجل، خلاص. طيب ولا يصح لأحد أن يقول إن القرآن يعني اللفظ والحرف اللي بنقراه ده مخلوق إلا في مقام التعليل، لكن لا بد أن يعتقد الإنسان المؤمن أن هذا القرآن، القرآن الكريم كلام الله، وأن اللفظ بعض مدلول لمين؟ للكلام القديم الأزلي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي هو كلام الله سبحانه إيه؟ سبحانه وتعالى، خلاص. مدلول الكلام القديم إن كان أمرا فمدلوله أمر، يبقى الكلام القديم ده اللي هو النفس لا يوصف بأمر ولا بنهي ولا تقديم ولا تأخير ولا ترتيب ولا مجاز ولا حقيقة، كل ده كلام نفسي ما يوصفش بهذا. لكن إن كان مدلوله أمرا يبقى أمر، خلاص. لما الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة، في الكلام النفس القديم موجود إقامة الصلاة إنها واجب، لكن حين يقول وأقم الصلاة يبقى ده إيه؟ اللفظ ده يدل على ماذا؟ لا، يدل على أمر بإقامة الصلاة، اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ أمر. يبقى اللفظ اللفظ ده هو لفظ القرآن. الكلام النفسي في الأصل ما يتقالش عنه لا أمر ولا نهي ولا إخبار ولا استخبار ولا أي حاجة خالص، كلام نفسي صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى. طب لما يبقى مدلوله أمر يبقى أمر، ولما يبقى مدلوله نهي يبقى نهي، ولما يبقى مدلوله خبر يبقى خبر، خلاص. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا
يستضعف طائفة منهم. ها؟ مدلول ايه ده؟ خبر. كويس كده. فهمنا المدلول بتاعه من الكلام النفسي ولا من اللفظ اللي جانا؟ من اللفظ. انما من الكلام النفسي ما نتقالش عنه انه ده خبر ولا اي حاجة. طيب. وأقم الصلاة لذكري. برضو فهمنا الأمر. أمر مدلوله أمر. فهمنا مدلول الأمر للكلام النفسي القديم بإيه؟ باللفظ أو بالكلام اللفظي. يبقى إذا المدلولات القديمة أو الكلام القديم لا يوصف لا بتقديم ولا بتأخير ولا بالترتيب ولا بأمر ولا بنهي ولا بكذا. فيأتي اللفظ فإن كان مدلوله أمرا كان الكلام أمرا، وإن كان مدلوله نهيا كان نهيا، وإن كان مدلوله استفهاما كان استفهاما، وإن كان مدلوله خبرا كان إيه؟ كان خبرا. مفهوم؟ طيب، كيف كلم الله تعالى موسى عليه السلام؟ قيل إن الأشاعرة يقولون الله تعالى كلم موسى بكلام نفسي وخلق فيه القدرة على فهم ما يريد الله تعالى أن يقوله له، والله يفعل ما إيه؟ ما يشاء وما يريد. وهذا رأي الأشاعرة وبعض الماتريدية. وبعض الماتريدية الآخر يقولون لا، بل كلمه الله بكلام لفظي وفهم معناه عليه السلام. خلاص؟ يبقى احنا عندنا الأشاعرة يقولون كلمه الله بكلام ايه؟ نفسي، وخلق فيه القدرة على الفهم والقدرة الضرورية. ايه القدرة الضرورية؟ لأن قد يأتيك خاطر وإلهام في نفسك ولا تقدر أنت على أن تفرق هل هو خاطر إلهي أو خاطر شيطان، ما تقدرش. لكن إذا وجدت فيك ضرورة تضطرك إلى فعل ما ألهمت به فاعلم أنه خاطر إلهي. يبقى جاي من عند ربنا. اللي جاي من عند ربنا لا يعارضه خاطر شيطاني ابدا، ما يقدرش. ولذلك احنا عندنا ام موسى كانت نبيه؟ لا. قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ماشي. فاذا خفت عليه، بالله عليك واحده خايفه على ابنها يقول لها ارضعيه، واذا خفت عليه القيه في البحر، اليم اللي هو البحر بلغه اهل مصر القديمه. طب انت ده انت بتقول لواحد لو خايف على واحد روح حطه في النار، لو خايف على واحد ارميه في الميه، كيف هذا؟ ولكن هل ام موسى عارضت؟ ابدا. صنعت له التابوت وراحت حطته فيه ورمته في البحر من فوق. ليه؟ قال لك لا هي نبيه ولا جالها ملك عن طريق الوحي ولا اي حاجه، انما الوحي ده وحي ايه؟ الهام. وهي انصاعت للإلهاء، ما تقدرش أبدا تعمل غير اللي قالوا لها اللي قال لها عليه. ضرورة أن جاءتها واضطرتها وجدت نفسها كده رايحة تعمل اللي قالوا لها عليه على طول، فعملت التابوت ووضعته في الإيه؟ في البحر. قالوا لأن الله يخلق في الإنسان حين يهمه شيئا ضرورة تجعله ينفذ المطلوب، لازم يعمله، ما يقدرش الشيطان يعرضه. كويس؟ الله تعالى يقدر على أن يفعل ما يشاء كما يشاء. فلما جاء موسى لميقات الله عز وجل كلمه الله عز وجل بكلام. روى الطبراني أن الله قال لموسى لقد خلقت فيك 10,000 نفس حتى أكلمك، وعشرة آلاف سمع حتى تسمع كلامي. يعني ما وخلقت فيك 100,000 لسانا يعني حتى تجيبني. سبحان الله العظيم.
وهل هذا بعيد عن الله؟ ليس بعيدا، لأنه قادر على كل شيء. خلاص. ولذلك بعد ما سيدنا موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلمه الله عز وجل، عاد موسى عليه السلام، فكل من كل من رأى موسى عمي بعد ذلك. كل اللي شوف سيدنا موسى عليه السلام بالوجه الحقيقي بتاعه يعمل، لأن أنوار موسى التي اكتسبها من تجلي الله عز وجل عليه ما خلتش حد يقدر يشوفه أبدا. خلاص. فكان سيدنا موسى أعطاه الله قدرة على إنه يجيب توب كده هو ويمسح على وش اللي عمي فيبصر على طول، يرجع بصره تاني. وبعد ذلك وضع موسى برقعا على وجهه حتى إذا كلم الناس لا يراه أحد، عشان ما حدش يعمل بعد كده. الله يقول لك إذا كان الملك، لما أنت تشوف الملك لابد أن يذهب بصرك في آخر حياتك. واللي خلى سيدنا عبد الله بن عباس يذهب بصره إيه؟ شاف الملك اللي بيوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الملك ما قعدش كتير وذهب بصره. لأن دي أنوار إلهية ما حدش طبعا يقدر يعارضها أبدا. وكان موسى عليه السلام بعدما سمع كلام الله لا يطيق أن يسمع كلام البشر، كلما سمع كلام البشر تقيأ من أصوات البشر من حلاوة ما سمع في كلام الله عز وجل. يعني خلاص هو شاف داعي الحاجة الحلوة بقى، فجاي يسمع كلامنا احنا، فكلامنا ده ما لوش قيمة أبدا بالنسبة له، فكانش بيقدر يسمع الكلام بتاع البشر لغاية ما دعا ربنا سبحانه وتعالى انه يخليه يعني قدرة على انه يسمع، فسمع. ولذلك قالوا ان موسى عليه السلام تبرقع حتى مات، حط برقع على وشه علشان كل اللي يجي يكلمه ويجي. ولذلك يقول لك اللي وضع برقع على وشه اثنين من الانبياء، سيدنا يوسف وسيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عشان ما حدش يقدر ايه يشوفه، وسيدنا يوسف لان كل امراه كانت تاتي فتطلب منه طلب ضروري كانت تفتن به، فوضع برقعا على وجهه عشان النسوان ما حدش يشوفه. مفهوم؟ فاذا صفه الكلام بالنسبه لله عز وجل يجب علينا ان نعتقد أن كلام الله تعالى صفة نفسية أزلية قائمة به، وأنه سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل هذه الألفاظ، والألفاظ هذه بعض مدلول الكلام القديم وليس كل مدلول الكلام القديم. كل الكتب السماوية التي نزلت هي بعض مدلول كلام الله عز وجل. ثم إن كلام الله النفسي القديم لا يوصف بترتيب ولا تقديم ولا تأخير ولا بأمر ولا بنهي، وإنما اللفظ إن كان مدلوله أمر كان أمرا، وإن كان مدلوله نهيا كان نهيا، وإن كان مدلوله خبرا كان إيه؟ كان خبرا. خلاص. طيب، بعض العلماء يقول إن بعض مدلولاته قديمة وبعض مدلولاته إيه؟ حادثة. مدلولات القديمة ديت زي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبعض المدلولات الحادثة زي إن فرعون على في الإيه؟ على في الأرض. طيب نقول له إحنا البحث ده ما إحناش عايزينه. لماذا؟ لأن إحنا عندنا إن الكلام النفس القديم ده قديم، وأما اللفظ ففيه خلاف بين العلماء هل هو قديم ولا غير قديم. وعلى كل حال برضو القضية دي إحنا الحنبلة الحشوية اللي اعتقدوا ظاهر النصوص قالوا كلام الله تعالى هو الحرف والصوت الذي نقرأه، واللفظ الذي نقرأه هو كلام الله عز وجل القديم. وبالغ بعضهم حتى قال إن جلدة المصحف اللي فيه القرآن قديمة، جلدة المصحف اللي فيه القرآن قديمة، وهذا في الحقيقة مبالغة. والمعتزلة غير كده،
قال لك لا، كلام الله ده حادث، وخلق الله الكلام في الخلق، وهو إلى آخره يقول إن القرآن مخلوق. ولذلك الزمخشري رئيسهم لما كتب الكتاب بتاعه فقال الحمد لله الذي خلق القرآن، فقالوا له يا زمخشري أنت تصد الناس عن قراءة تفسيرك، حد شايف تفسيرك، لأنك أول ما تقول خلق القرآن هيعرفوا أنك معتزلي ويسيبوا التفسير ويعرضوا عنه. فراح عمل بدل خلق القرآن الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم. قالوا له جعل دي كمان فيها مشكلة يعني، أمال يعمل إيه؟ فقال الحمد لله الذي أنزل القرآن، وريح دماغه وسكت. عشان كده الإيه؟ التفسير بتاعه الآن يقرأ، خدت بالك؟ لكن فيه اعتزال كثير، حتى إن بعض الناس قال استخرجت اعتزالا من تفسير الزمخشري بالمنقاش. نعم، يعني كان بيطلع منه حاجات خفية جدا، وهو كمان كان راجل ذكي، فكان يدس بعض الكلمات ويدس بعض الحاجات كده في التفسير بتاعه يمكن تخفى على كثير من الناس ما يعرفوهاش، عشان يعتقدوها. فربنا قيض للتفسير ده، منه تفسير كويس يعني الحقيقة، وتفسير في ماغة، وتفسير في لغة عظيمة، وهو إلى آخره قيض له من يعني تولى تخريجه وتنقيحه وبيان الاعتزال اللي فيه، الشيخ زين الدين ابن المنير رحمه الله تعالى، والشيخ محمد عليان المرزوقي، واللي عمل تفسيره في تفسير تاني، واللي اختصر تفسيره زي النسفي، وهو إلى آخره، لأن الله تعالى كتب له القبول بين الناس بالرغم من إنه برضه إيه؟ برضه معتزل. حتى هو ذات نفسه كان له رأي، إذا طرق الباب على إنسان يقول من؟ يقول أبو الحسين المعتزلي بالباب. كان مصمم على كلمة المعتزلة دي. بعض الناس بيقولوا تاب عن الاعتزال قبل ما يموت، وبعضهم قال إيه؟ إنه هو ظل معتزليا حتى إيه؟ حتى مات. الله به أعلم سبحانه وتعالى. أنا أعتذر إليكم اليوم عشان الصوت يعني متعب شوية، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله اليوم، ولعلنا نتحدث بعض الشيء في هذه الصفة مرة ثانية إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.